اثنين الكبار، واحد قال لي كنت اقابله كل شيء تمام، فمن سنة ونص قال لي بابا انا بدي اشرب فودكا. قلت له بابا انت بعدك صغير ليش عم بتقول بدك تشرب فودكا؟ قاموا منعوني لحد الان، ما في تليفون ولا في مقابلة مع الصبي. وابني الكبير، ابني الكبير هرب من العائلة اللي كان هو فيها. انا اسمي رشيد علي وانا فلسطيني ستات لوس، وانا اخذوا اطفالي من 18/1/2018، وبعد سنتين السوسيال طلع بقرار انه اطفالي معاش يرجعوا لعندي لل 18 اذا بحبوا هني يرجعوا الاطفال، عرفت كيف؟ فالسوسيال هو عمال يعاقبنا لشغلي، للصراحة ما حدا عمال يفهم شو هي الشغلي للسوسيال عمال يعاقبنا فيها. طيب ايش كان السبب اللي سحبوا على السبب أطلع؟ انه انا وزوجتي مشاكل، او طليقتي مشاكل، وكانت هي تروح عند السوسيال او تكذب على السوسيال وتقول لي انه الابو بضرب الاولاد، الابو بضربني وهيك. فاللهم صل على النبي، السوسيال نفسي ما مصدقين كلامها، فاخذوا اولادي انا عند الشرطه على اساس يرفعوا علي دعوه انه انا بضرب الاطفال. الاولاد ما قبلوا انه ابوهم يفوت على السجن يقولوا بابا لا ما بضربنا وبابا بحبنا واحنا بدنا نرجع لعند ابونا، بس نكبر بدنا نرجع عند ابونا، ما بدنا نرجع عند امنا. والكلام اللي كانت تحكيه علي كانوا يصدقوها ويكذبوني انا، وبس هي تحكي الشيء الايجابي عن نفسها يقولوا لها انت معك عدم استوعاب، بس تحكي الشيء سلبي عني يقولوا لها اوكي تمام، بس بدها تحكي شيء ايجابي عن نفسها يقولوا لها انت وحده مريضه. هل تراهم؟ هل تتصل فيهم؟ انا بتواصل مع 4 اطفال بالضبط، الاثنين الكبار، واحد قال لي كنت اقابله كل شيء تمام، فمن سنه ونص قال لي بابا انا بدي اشرب فودكا. قلت له بابا انت بعدك صغير ليش عم بتقول بدك تشرب فودكا؟ قاموا منعوني لحد الان، ما في تليفون ولا في مقابلة مع الصبي. وابني الكبير، ابني الكبير هرب من العائلة اللي كان هو فيها، فالعائلة اتصلت بالشرطة، الشرطة اتصلوا بكل البوليس، بطل في بوليسي إلا ما صار يدور على ابني، ما كانوا يلاقوه، فاتصلوا ببوليس مالمو. بوليس مالمو انتشر بمالمو، فلاقوا ابني عمال ينزل بالمحطة، قالوا له وين كنت؟ قال لي جاي أشوف بابا. فراحوا أخذوا ابني وقعدوا يعملوا معه تحقيق، يقول لهم بدي أشوف بابا. فاتصلوا البوليس بالسوسيال، وبعدين اتصل فيي قالوا لي ابنك عنا ولازم نسلمه للسوسيال. قلت لهم ليش عنكو؟ قالوا لي إنه جاي يشوفك، وإحنا ما بنقدر حسب القانون ما بنقدر انه انت تشوفه، لازم يتواصلوا معه مين السوسيال. فقلت لهم انه انا بدي اثبات على الكلام اللي انتم عمال تحكوني اياه. قالوا لي احنا ما بنقدر نعطيك اياه هذا الاثبات، احنا لازم نعطيه للسوسيال، لانه انت ما عندك الحضانه، طلعت من ايدك الحضانه. فبطلب الاثبات من السوسيال، بيقولوا لي السوسيال لا هو هرب لانه انت بتضربه. عكسوا الشيء، هو اخذوا اطفالي مني لانه المشاكل انا وطليقتي. القانون السويدي الله اعلم ممكن بقول مشاكل انت وزوجتك لازم تنفصلوا عن بعض. طب انفصلنا عن بعض، طب الاولاد لا بترجعوهن لامهن لا بترجعوهن لابوهن، او بتعطوها ثلاثه وبتعطوني ثلاثه. فيقولوا لي لا احنا بنمشي على القانون السويدي، القانون السويدي بس يكون في مشاكل بين الزلمه والمراه لازم ينسحبوا الاطفال. طب بدهم ينسحبوا الاطفال بعد قديش بدكم ترجعوهن؟ قال لي يصير عمره 18 هي اذا حبوا يرجعوا. طيب انت كم يوم صار لك؟ انا الي من نهار الجمعه هون. البرد قارس صراحه، برد كثير. هل اجى احد من المسؤولين مثلا، احد من السوسيال، احد من الصحافه تحدث معكم، ولا ما حد مهتم؟ ما حدا مهتم لنا، ما حدا مهتم. وانا اللي حاسه انه هدول عمالين يعاقبونا عشان يورجوا العالم اللي بدها تيجي على السويد ما يجي على السويد، يقولوا لنا شوفوا
احنا كيف عمالين نعامل الاجانب اللي اجوا قبلكم، عمالين نخطف اطفالين وعمالين نسرق اطفالين وعمالين نحرم من اطفالين، فانتبهوا ما تيجوا على السويد. انا اشكرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا لك.